في هذه الأيام يعيش العراق الانعكاسات الخطيرة للإعلام المبني على الأكاذيب والبهتان، وما التسريبات التي يتم بثها هذه الأيام إلا نموذج لإعلام منحط غارق في الدونية. لذا ندعو المعنيين أن يترفعوا عن التأثر بهذه الأعمال الدنيئة، كما ندين كل هذه الأساليب. وأتمنى على كل الواعين أن ينتبهوا هذه المؤامرة، وأتمنى على أخينا العزيز سماحة السيد مقتدى الصد الذي هو ابن البار للمرجع الكبير السيد محمد صادق الصدر قدس الله نفسه الزكية، أن يترفع وأن يتسامع على هذه التسجيلات المسربة، وهو أهل لذلك.